الأخ أحمد له قضية مطولة بعض الشيء، وكلها شكوى من تصرفات والده، فهو قاس كثيرا كما يصفه، ثم إنه متشدد في أمور الدين وكذلك في أمر الحجاب، ومنع كثيرا من الخطاب عن الزواج ببناته، ويرجو من الشيخ صالح التوجيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فإن التمسك بالدين نعمة عظيمة، واجب على كل مسلم أن يتمسك بدين الإسلام، ولكن يكون هذا التمسك الطريق الوسط بين التساهل وبين الغلو والتشدد. هذا هو الطريق الصحيح، التوسط بين الإفراط والتفريط. قال سبحانه وتعالى: واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. أمر سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والذين معه بالاستقامة على أمر الله من غير طغيان أي تشدد وتزيد، كما أن الطرف الثاني أيضا وهو التساهل يخل بالاستقامة ويخل بالتمسك، خير الأمور أوساطها. فهذا الوالد الذي ذكر عنه السائل أنه متمسك بالدين هذه ميزة عظيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياه على هذا الدين وجميع المسلمين، ولكن نوصيه ونوصي أنفسنا وإخواننا المسلمين أن يكون هذا التمسك على طريق الاعتدال من غير تشدد من غير تمهيد، كما ذكره من أنه يتشدد في تزويد بناته بحيث أنه رد كثيرا من الخطاب حتى أثر ذلك على مستقبل بناته، فهذا أمر غير محمود. والتشدد في أمر الخطاب فيه أضرار على المخطوبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعل تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والكمال هذا صعب حصوله، ولكن الأمثل فالأمثل، فإذا جاء أن تفرق فيه من وصفان الدين والأمانة فإنه يزوج ولو لم يكن كاملا من كل وجه. هذا هو المطلوب. نعم.